موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير ومارس وابريل 2023 للعاملين في القطاع العام والخاص. صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير ومارس وابريل يأتي العام الجديد وهو عام 2023 مختلفا عن الأعوام السابقة، وهذا لعدة أسباب تتمثل في غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية التي أصبحت غير ثابتة. لذا نجد أن الراتب يتم صرفه بالكامل عند حلول منتصف الشهر، لذا تقوم الحكومة ببذل قصارى جهدها في موازنة المعادلة، وذلك من خلال صرف حوافز ومكافآت وأيضا إضافة زيادات لكافة الرواتب سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام. لذا يبدأ العاملين البحث حول موعد صرف الرواتب في كافة الشهور الميلادية الأولى، وهو رواتب شهر فبراير ورواتب شهر مارس وأيضا أبريل. جدول مواعيد صرف مرتبات الحكومة يناير وفبراير ومارس 2023. إليكم كافة المواعيد الخاصة بصرف رواتب القطاع العام والخاص في شهر فبراير ومارس وأبريل لعام 2023. تم صرف راتب شهر يناير الماضي في يوم الثاني من الشهر، وكان هذا اليوم موافق يوم الاثنين لعام 2023، ومن المقرر أن يكون اليوم الثاني من شهر فبراير ومارس وأبريل هو اليوم الرسمي لصرف كافة الرواتب لكلا القطاعين، كما يأتي بعد ذلك يوم الصرف الثاني، وهذا اليوم يوافق يوم الثلاثاء من نفس الشهر، وكما ذكرنا سيكون اليوم الثالث خاص بالصرف للشهور الميلادية. تستمر الأيام الخاصة بصرف الرواتب حتى يأتي اليوم الثالث من الصرف، وسيكون موافق يوم الأربعاء من شهر يناير لعام 2023، واليوم الرابع من شهر فبراير ومارس وأبريل. كما يتم استمرار صرف الرواتب حتى اليوم الرابع والذي يوافق يوم الخميس الموافق 5 من شهر يناير لعام 2023. جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023. هذا الجدول تم الإعلان عنه وفقا لما تم نشره من الجهات المختصة المسؤولة عن الرواتب، وجاءت رواتب صرف فبراير كالآتي: سيتم صرف مرتبات شهر فبراير يوم الخميس الموافق 3 من فبراير 2023، كما سيتم صرف رواتب شهر فبراير يوم الأحد الموافق 6 من فبراير 2023، ويستمر صرف رواتب شهر فبراير في يوم الاثنين الموافق 7 من فبراير 2023. كما أن صرف رواتب شهر فبراير يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2023.